وجد وجد. ايه البتاع اللي بيقول حكم ده؟ هي ناقصه؟ ايه ده؟ مش دي العينات اللي انا طلبتها؟ ما انت كنت طالب ايه؟ بوكسرات بتنور في الضلمه عشان النور بيقطع كتير. معقوله كل ده بوكسر؟ حر حر، مش جو شغل ده. برد قوي، برد. مش جو شغل ده. ايه الجو التحفه ده؟ ايوه كده نأجز بقى. تعالى كده ننام ايه 12 ساعة ونشيل بقى ايه البطارية عشان ما ترنش وتقرفنا. بس يلا اهو تمام، اهي كل حاجتك تمام اهي تمام. ممكن يا حبيبي تساعدني وتشيل معايا الشنطة دي لحد بس ما اوقف تاكسي؟ حاضر، عينيا الاتنين. طيب طب بصي، خلي دي كده حضرتك، خلي دي هنا كده. لمين دي؟ لحفادتي. فعلا لايقه عليكي موت. وخلي دي هنا اهو كده اهو عشان لو عيطت. ناخد الكيس ده بقى، نحط الايد اليمين هوبا. لا لا خليه بقى في الايد دي. خليه في الايد دي. امال هتشاوري التاكسي ازاي؟ كده تاكسي تاكسي. لكل كائن سببا في وجوده، ان كان جبلا او حبه رمل. بس ارض على فكره. لا وانا دبدوب برضه بنت الجعوره دي. معلش. بعدين انت جايه تعملي ايه؟ ما روحتيش ليه؟ ارغي معايا ارغي معايا. بتبوسيه من ايده؟ ده انت شكلك اتهبلتي. يا انا موجوده قدام عينيك وزاد الفرصه امامك. اتصلت بفرم مباشر سريع. ربنا يستر حكيم انت ما جايبك. عزيزون العاملين، برجاء الحضور إلى مقر البنك لسداد شيكات الكارد المتأخرة عليكم. انت ما نسيتيش كلمة. هو شفاف ولا ايه؟ انت فتحتيه؟ انا ما فتحتوش بس اكيد زي اللي قبله. يا رب ما كانش الواحد ورث ولا لقى شنطة كده متروسة فلوس. هو انت لو لقيت شنطة مش هترجعها؟ لا طبعا مش هرجعها، إلا لو لقيت صاحبها هرجعها له وهاخد 10% بتاعتي وارجعها له. طب انت هتعملي لي اعباس ولا لا؟ ده فاضل شهر. بصي قبل الشهر ما يخلص كده بساعة الا ربع، لا بنص ساعة كده هعملهم لك، لسه بدري. بعدين أنا مشغول، أنت مش شايفة؟ مشغول؟ صح. طب أنا بقى هقول لماما على العزيزون العميل برجاء سداد. يا طنطا أنت بتقفشي ليه بسرعة قوي كده؟ عمالة تدلعي في الدبدوب وتحضنيه وتبوسي إيده كأنه جدك، وأنا أخوك حبيبك، مفيش حضن. أنت حضن. وتعملي لي عرايس. لو ما قلتيش لماما على جواب البنك. ماشي. حضن جامد. بسرعة بسرعة. أميسة علا؟ يا أهبل وسهبل. أنت كويسة؟ ما تقلقيش، هي أصلها بتموت في اللعبة دي، يعني تقول لي احضني وبعدين آخر لحظة قبل التاتش تقوم رقصاني وداخلة في الحيطة. بتعشق المغامرة، بخاف عليها بس يعني تاكل إزاز، تنط من السادس، جيل جديد. بابا القولون شدد عليه قوي النهارده، لو سمحت حضرتك ممكن تيجي تديله الحقنة؟ ممكن يا نور آخد الأيباد ده ليه خالص؟ طبعًا طبعًا طبعا يا حبيبتي، خديه خديه ليكي خالص، بس تلعبي بيه وهو في علبته. عشان ايه؟ عشان ما يتجرحش. ويا ترى عمو هياخد الحقنه زي كل مره في الوريد ولا هياخدها في التوته؟ في المحل. طب ما هي التوته في المحل. اوكي حلو قوي الدبدوبه دي يا طنط. لا دي مش دبدوبه، ده دبدوب ذكر. وبيقول حكم. طب لو سمحت انا مستنياك في المحل، تيجي تدي لبابا الحقنه. تعالي يا طنط هديكي حاجه حلوه قبل ما نروح. انتوا شفتني ماشي مع بعضهم. ابعت لي 5 مانيكان يا ابني. ايوه زي ما بقول لك كده، ما ياخدش اجازه قبل ما يخلص شغله. لا فاتحين جمعه وحد. مش انت انا جاي فين الحقنه؟ ما ياخدش اجازه قبل ما يخلص شغله. 5 مانيكان لونهم لون الجسم، مش عايز ابيض خالص. ايوه زي ما بقول لك كده، ابعتهم لي لحد عندي فورا. عيب كده. معاك معاك. بط يلا يا ابني تيجي تديني الحقنه. طب سلام بقى، انت معطلني على فكره. سلام سلام. كرتونه سنتيان بلكونه وكرتونه رضاعه. ايوه ابو حشوه علشان عليه طلب. ابو حشوه؟ مفيش ابو عجوه. بط يلا يا ابني انا مش فاضي. حاضر حالا اهو 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 اهو. يلا عشان نخف كده ونبقى سترونج. اوكي ناكل باتر فلاي الصبح يدينا باور. اوبا ماشي. مش عارف انت منرفز نفسك ليه كده؟ يتحرق الشغل، خليك بارد شويه. ايه بارد؟ طيب يلا استأذن انا بقى، يلا سلام يا استاذ حسن. ما تديني يا ابني الحقنه. خلاص ما انت خدتها، ارفع بنطلونك بقى لحسن تستهوى. ايه؟ ايوه امال ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ لا بس مش فاهمه ازاي حد يختار يبقى فاشل كده ولعب بوجوده زي عدمه. ايه يا ابراهيم في ايه؟ ايه يا ماما حبيبتي؟ بقالي يجي 30 ثانية واقف بخبط على الباب محدش بيفتح. طب وفين مفاتيح؟ هي في الميدالي، بس أنا قلت أحركوا شوية كده هجيلكوا خرعة. هد تعالي ردي. أنا رديت المرة اللي فاتت. طب أنت مش لما عطستي أنا قلت لك يرحمكم الله؟ السلام. ما تفكرش فيا. ألو ألو. يا صلاح. أيوه أنا سامعك قول. ايوه المفاتيح جات لي. طب خد بقى العنوان. هدهد هاتي ورقه وقلم. من عينيا يا برهومه. اديله ورقه وقلم يا علاء. حاضر ينغز فيا. اهي ادي الوروقه وادي القلومه. قول يا صلوحه. العين السخنه. العين السخونه. قريه شمس الرمان. فيلا 512 ح. موسى. الاستاذ عباس محمد موسى. سلام. سلام يا حبيبي. ها 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 ايه؟ والله انتوا عيله. انت ما قلتليش ليه على جواب البنك اللي فيه الاقساط؟ هي طنطا ما قالتلكيش؟ لا ما قالتليش. ده انا قلت لها تقول لك. مش فاهم البنت دي مش طالعه فتانه ليه؟ طيب ما انا ممكن اناديها تقول لك دلوقتي. ايه ده ليه ابيض؟ الله ده نفس لون الكرسي ولا ده اسمر ولا بتاع بطيخ ده ولا ايه؟ مش عارف. العين السخنه فين يا ابني النقط؟ بحطها انت بقى، انا مش كفايه كتبتها، كمان هقعد ارفع ايدي احط نقط. خد يا علاء والنبي حطي لي الورق دي على البوفيه ورا. طب ما كنت حطيت النقط بقى خلاص. وبالمره خد المفاتيح حطهم جنب الورقه عشان ما نسوفش مع بعض. حاضر سوري. ما قلتليش يا علاء هتدفع فلوس البنك امتى؟ اي يوم جمعه وسبت كده يكون البنك اجازه هروح ادفع. انت بتهزر؟ انت عايز تتسجن؟ كلمه واحده زياده حاجه خد اللب اللي قدامك ده. لا لا روح اتسجن اتفلق. تسجنيني عشان خاطر شويه لب واسمر؟ مش ابنك اولى؟ اولى بالفلوس بدل انت عماله تديها للراجل اللي انت مربيه عندنا في البيت ده، متجوزاه ليه ده مش فاهم. بتقول حاجه يا علاء؟ ميسيو يا ماما ميسيو. هذا الهاتف مرفوع مؤقتا من الخدمه. اللي ما قلتليش يا برهومه ايه حكايه الورقه والمفاتيح دي؟ ده يا ست واحد شاري بيت في العين السخنه عاوزنا اكتب له شجره العيله على حيطه عنده في الريسبشن بالخط العربي. بس فاضيه ادب وسفاله. لسه هتكتب؟ كمل. أنا قلت آخد المفاتيح والعنوان أرضي ضميري بس مش هروح. في ده السيدة يا بنتي. أنت بتفتني عليا يا ولية أنت وبتقولي لماما على جواب الأقساط بتاع البنك؟ لا والله ما قلت. لا قلتي. هاتي الأيباد ده. وعلى فكرة بقى مش هعمل لك العرايس ومش هعمل لك حاجة خالص. وأنا مش عايزة منك حاجة، لو بابا كان عايش كان عمل لي العرايس كلهم وهألف المسرحية وهقول فيها إن أخويا مش فالح في أي حاجة وإنه أخ فاشل فاشل فاشل. إيه في إيه؟ خدي حبيبتي خدي. في إيه يا علاء؟ مفيش يا ماما، عايزة أديها الأيباد تاخده ليها خالص، مش عايزة تاخده حتى. بصي أهو خديه يا حبيبتي خديه. بدل ما تتشطر على عيله صغيره زي دي روح اتشطر على اقساط البنك اللي انت مش عارف تدفعها. دي بتقول لي يا فاشل. طب وايه الجديد اللي قالته؟ ما انت فاشل فعلا. ماشي اذا كان كده ماشي، انما يعني هي تقول لي يا فاشل بعدين مش فاشل قوي ولا حاجه. طمطم يا حبيبتي لو عمل لك اي حاجه قولي لي على طول. حاضر. تشطر على طفله؟ انت طفله، انت ممكن تكوني مطلقه شمطاء عنقاء. ها في ايه؟ لا مفيش يا ماما، بس هي بتقول لك صحيها بكره على المدرسه. الطلبة، العلا، سهرة، الليالي. أول مرة تقول حاجة مفيدة. عارف يا علا، في مثل صيني بيقول من طلب العلا سهر الليالي، وبما انك علا هتيجي نسهر. ومن رام العلا من غير كد اضاع العمر في طلب المحال. طب اهو شفتي، نسهر فين بقى؟ انا مش فاضيه للسهر، عندي شغل. شغل ايه؟ شغل ايه؟ ده شويه قمصان نوم على شويه كومبليزونات على شويه كورت. لو سمحت حضرتك، ايه اللي انت هتقوله ده؟ كله عيب كده. انا كنت هقول كله على كله على فكره. انا مش فاهم يعني مراتي بتبيعي ايه؟ بتبيع شاورما؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز واحد شاورما لحمه بالطحينه. بايخه. بلاش طحينه، حتى بتعوز البق، عارفه بعض القطنه بتفضل هنا كده. طب انا عايز مايول ماما، عارف، بس هو اللي يبقى بحلقه من الجنب ده، حلقه هي عندها ايه؟ حلقه ذهبي، بس والنبي خلي المايو ايه عايزه يبقى واسع من ورا بقرانيش، ليه؟ اصل هو طالعه من البحر، المنبوجه بتخبط فتقوم مشلع الحته دي، فتقعد عارفه تشدها كده طول الوقت، يا اما بقى بتقعد تناديني تعالى يا علاء هات لي البشكير، فعشان كده انا عايزها ذهبي. لو مفيش هتفضي. بقول لك ايه، شكلك فاضي كده، لا شغله ولا مشغله. هو انت ليه مقفله كده ومخنوقه ومخنوقه وقفلي كمان؟ يلا مش فاهم في ايه؟ مفيش مرايه اهو، بص في المرايه وانت تعرفي. بص في المرايه. ها المرايه مقلوبه اصلا. ايه ده؟ اوعي تحركي. طب تأمريه بحاجه ثانيه؟ يلا سلام. على فكره اللي يطلب العلا يسهر الليالي، والامام الشافعي اللي قال كده، ده مش مثل صيني. طب وعلى فكره بص على كتفك الشمال. بتقول كلام مش بتاعك ليه؟ ها؟ لما هو كلام الإمام الشافعي، أنت بتقوله ليه؟ أنا اتضرب بسببك؟ وعلى وش الشمال؟ من يسأل يكون أحمقاً لدقائق، ومن لا يسأل يبقى أحمقاً للأبد، أما الفاشل. قلت إيه؟ قلت إيه؟ سمعني، قلت إيه؟ الحياة جميلة إذا فهمناها. يا حنين، لا يا حبيبي مش دي، اللي قبلها، اللي فيها الفاشل. أنا بقى هغير لك شريحتك وأعيشك عيشتنا. ماشي؟ هغير لك شريحتك بقى. فين شريحتك؟ تعالى مقرفك. فين الشريحة؟ أنت مكمكم. سألوا البغل من أبوك؟ قال حصان خالد. يا ابني تمنت البنت ان الدبدوب هو اللي يبقى اخوها، واخوها هو اللي يبقى دبدوب. ايه ده؟ ده انا مت. انا مت يا رب. ايه ده؟ لا انا ما متش، انا اتسخطت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اكيد انا بحلم. ايه ده؟ انا صحيت؟ في ايه؟ ايه ده؟ وانا قدامي اهو. انت مين؟ رد عليا، انت مين ياض؟ انت هشقك. لست ياضا، بداية الحكمة ان تدعو كل شيئا باسمي. انا باندا. يعني انا ليا اخ توأم اسمه باندا؟ امي كانت بتلها مع دبدوب ولا ايه؟ يبدو أن أنت أنا وأنا أنت. إزاي؟ رد عليا إزاي؟ إيه ده يا علاء؟ يا نهار أسود، أنت أكيد اتجننت. طب تعمل إيه؟ فكر معايا. لا انا ما يحصلش فيا كده ابدا. انا اتسخطت، انا اتسخطت. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ابعد عني. بقول لك ايه، انت بتعرف تسوق؟ يلا يا ابني اقفل الباب. سأفعل. يلا بسرعة بسرعة يلا. خلقته. بسرعة يلا. مستحيل، ده أكيد كابوس، أكيد أنا نايم وبحلم، مستحيل. أنت لست نائما يا علاء. أروح إزاي كده بس؟ أخش بيتي بالمنظر ده إزاي؟ موبايلي، ده موبايلي، فين موبايلي؟ ده في جيبك، طلعه. في جيبي أنا؟ يلا طلعه بسرعة. ها هذا هو. ألو ألو، أيوة يا ماما. إيه ده مش سامع حاجة. ألو ألو، أيوة يا ماما، أنا كمان اتطرشت. أنت فين يا زفت؟ ضع التليفون على أذنك حتى تسمع. أيوة يا ماما، أنا أهو أنا أهو. طب يلا روح بسرعة. أنا جاي حالا جاي حالا. طيب. حاضر. اقفل خلاص، قفلت قفلت. أنا لازم أروح حالا. أروح إزاي كده بس؟ بقول لك إيه، وقف لنا تاكسي. ما تاكسي هذا وكيف أوقفه؟ يا نهار أسود، ده أنا لسه هبدأ معاك من الصفر. هتلاقي عربيات بيضة كده، شاور لها هتقف، اركب على طول. آه تاخدوا تاكسي. أديني قلت تاكسي. قول تاكسي. تاكسي. لا تقلق، سأنجز هذه المهمة. ولا هعمل فيها دبدوب عشان محدش ياخد باله. افعل. الحق الحق. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ده مجنون شكله. ده مجنون. شاور لإيه يا غبي؟ خلاص ده مجنون. خلاص يا كريم، خلاص ده مجنون. ده مش تاكسي يا كريم، مش تاكسي. انت بتشاور لمين ياض يا احمد؟ بتشاور لمين؟ بتشاور لمين؟ لك ألست تاكسي؟ لا أنا مش تاكسي. خلاص يا كريم، خلاص يا حبيبي، شكله مجنون باين عليه. أنت مش شايف؟ أنا أريد الركوب مثلك. الركوب؟ كريم كريم حرام حرام. تركب إيه يا متخلف؟ أنت مش شايف عضلات الواد عاملة إزاي؟ فضحتني وبوظت لي برستيجي، بجد حرام. خنقتني بقى. يا مامي بقى. لا تحزني، سنركب جميعنا. لا لا لا، بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ كل شيء سيكون على ما يرام. لا لا لا، مناخيري لا، مناخيري لا، مناخيري لا. ما هذا؟ هذا بوكس يروح أمك. واو. ده انا هجيب قطنك كله بره. تعالى كده من ورايا. لو حد سألك ايه اللي حصل لك ده هتقول انا اتثبتت في الشارع. لقد تم تثبيتي في الشارع. تثبيتي ايه؟ هي وظيفة. وانت عامل وشك كده ليه؟ فك، سيبه عادي. فهمت فهمت فهمت. ان شاء الله يكونوا ناموا. أنا اتثبتت في الوظيفة بتاعت الشارع. إيه ده؟ إيه الدم ده؟ بس هقوم له. مين اللي عمل فيك كده بقى؟ مالك يا علاء؟ في حاجة بتوجعك يعني؟ ما تنطق يا ابني، أنا مش قادرة أقوم لك. خلاص خلاص يا هدهد، المهم إن إحنا اطمنا. خش يا حبيبي، اغسل وشك وغير هدومك وارتاح لك شوية. هدى أنا تعبت من الوضع ده. مسلسل قرف. كنت هتفضحني. الحمد لله ربنا ستر، محدش خد باله، كنا هنروح في داهيه. علاء علاء، وطي صوتك. حسن حسن، اشعر بألم في منخاري. منخارك؟ اسمها مناخيرك. حسنا، اشعر بألم في مناخيرك. طبعا، من الاحضان والبوس اللي انت ماشي توزعها. بقول لك ايه، انسى جو الدباديب ده، جتتي دي امانه عندك، حافظ عليها، خصوصا مناخيري. حسنا فهمت. ماذا؟ علاء علاء، أشعر بماء، فماء دافئ يتسرب أو ربما سيتسرب. يا نهار أسود، أنت هتتصير؟ لا 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 لا، احبس نفسك احبس نفسك، شد كده شد كده، شد لجوه شد لجوه. على رجل واحدة على رجل واحدة، يلا اتنطط اتنطط، شد شد، احبس احبس. اكتم نفسك اكتم نفسك، اوعى تبلع ريقك. كده أهو كده أهو كده أهو، مفيش فايدة. تعالى 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 قدامي، تعالى قدامي. خش 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 قدامي هنا، خش يلا. سيب. ماذا أفعل؟ يا نهار أسود، أنا لسه هعلمك ماذا تفعل. استنى. اديها. ما هذا السرسوب؟ سرسب وانت ساكت. لقد انتهيت. لا احنا لو قعدنا هنا دقيقة واحدة هنتقفش. احنا لازم نستنى لما الناس اللي بره دي تنام ونشوف اي حتة نتهوى فيها. اين سنذهب يا علاء؟ ايه علاء دي؟ اسمي علاء. بطل جو الدباديب ده. حسنا اذا اخبرني ما هو جو العلاليق وانا افعله. علاليق؟ امشي قدامي امشي قدامي. حسن حسن. قوم يا باشا. فيلا 512 حا. اهلا وسهلا يا فندم. بس بعد اذنك يعني الشكل مش انا اسف. انا المهندس اللي هيشتغل في الفيلا بتاعه الاستاذ عباس ابو الحسن. اهلا وسهلا. مش مهندس بس انا ما بتكلمش على حضرتك، انا بتكلم على الاستاذ اللي جنبك. شكله يعني يبدو انني انكشفت. اسكت هتودينا في داهيه. ده المساعد بتاعي. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك. اهلا بيك. شكرا شكرا. يا له من منظر. تقول الحكمة الصينية الجمال يكمن في عيون المدققين. مش عايز تزود حاجة تانية؟ حاجة مثل ماذا؟ زيديني عشقا زيديني مثلا. بقول لك ايه؟ بطل طريقة الكلام بتاعتك دي، وبعدين أنا مش جايبك هنا تستجم، اعمل اللي هقول لك عليه. ماذا تريدني أن أفعل؟ افعل ما يطلب منك. أطلب ما يفعل حتى أفعله، كيف تريدني أن أفعل ما لا تطلبه؟ حسنا سأطلب. أطلب. دلوقتي احنا اتبدلنا واحنا بنتكهرب، فلازم نتكهرب. نتكهرب؟ المرة الأولى لي أنزل الماء. يا رب أرجع إنسان تاني. إيه ده؟ أنا لسه دبدوب. لسه دبدوب. إيه ده؟ أنا تقلت قوي. هذا عيب القطن، إذا ابتل تصبح ثقيلا جدا، ولكن ستجف لا تقلق. تقول الحكمة الصينية: إذا ابتليت فلا بد أن تجف في يوم من الأيام. فين المروحة؟ يلا شغل. تراوة. أين أضع هذه؟ أتش! يرحمكم الله. أعتش. عودة الروح البحث عن جسد، عودة الجسد لا. ألا يوجد كتاب عن عودة الدبدوب؟ يعد حيوان الباندا من الحيوانات المستأنسة، ولكنه معرض للانقراض. وكمان هنقرض؟ أعمل إيه يا ربي في اللي أنا فيه؟ ماذا بك يا لولو؟ مفيش يا دودو، بفكر اروح توب تويز ادور لي على عروسه. حقا ستتزوج؟ انت حمار. لا انا دبدوب. ما حدش يفكر كده غير الدباديب فعلا. اذا ما المشكله؟ صحيح، ايه المشكله؟ مش انا بقيت دبدوب وانت السبب. لو كنت رجعتك او بعتك ما كانش حصل لي كده. لا تقلق لا تقلق، انا اعلم ان لكل شيء سببا في وجوده، حتى لو كانت حبه الرمل. يا ريتني كنت رملايه، ده انا بقيت مسخره. لا تقلق، من المؤكد انك سترجع علاء في يوم ما، وانا سارجع دبدوب كما كنت. وعلى ما يجي اليوم ده اعيش ازاي كده؟ اشتغل ازاي كده اصلا؟ انت لا تعمل اصلا ولكن لا تخلق. يمكنني ان انزل اعمل بدلا منك وامرز على البنات ازاي بوبري ده. يمكنني ان اقرمز بدلا منك. تقرمز؟ انا مستحيل اكمل حياتي دبدوب قطن كده وما عندوش كرامه. ماذا بك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ما عنديش كرامه وبرضه بتوجع؟ ده ايه العذاب ده؟ هذا مكان البطاريات. بطاريات؟ بقول لك ايه؟ انت تنسى اللغه العربيه الفصحى دي خالص، انت لازم تتكلم زيي علشان ما نتقفش لغايه ما نشوف حل في المصيبه دي، انت فاهم؟ لا تقلق، انا اعلم كثيرا من اللغه العاميه، قد كنت اسمعها في المسلسلات في المحل عندك. وساكت؟ سمعني. يوم الاحد الساعه 7 أو الثلاثاء الساعة 5. إيه؟ بعد الفاصل فقرة إعلانية. بس سنعود. ركز معايا عشان أعلمك. ابتدي بإيه؟ يلا قول ورايا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم إيه؟ أنت هتعمل لي عبد الرحمن أبو زهرة؟ اسمها سلام عليكم. وعليكم السلام. كاف ألف واو ر كاف. كاورك. ما تلاقي واد كده مسقط كده بنقول عليه كاورك. كاورك دي غير كاسد. ركز. أنت كاورك؟ هاي 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 يا بنات، هاي يا بنات. دي بقى اسمها بنت. بنت. طب واللي جنبها اسمها إيه؟ ارحمني يا رب. دي طريقة تصوير غريبة شوية انت مش عارفها، اسمها سيلفي. هي دي اللي انت عرفتها؟ جاهز؟ انت بتتفرج على قرايبك؟ لا دول انا ما اعرفهمش. اثبت. المجنون يا ابن المجنون. فرامل في النص، فرامل في النص. يا ابني هوى على اللحمة، أنت بتهوى عليا أنا؟ أهم حاجة الشهر. فيلم 200 جنيه. ناقصة إيه؟ ملح؟ لا مش حاسبة حاجة. 50. تمام؟ ايه ده؟ علاء علاء عايز ايه؟ مش عارف، حصل حاجه غريبه كده فجاه، بقي اتفتح وانا نايم عمل ايه ده؟ حاجه ايه الحاجه دي؟ يا اخي نام نام عادي. ماشي. ايه ده؟ ايه علاء ده؟ علاء عادي عادي. من الملوخيه، كنا ناكل ملوخيه كل يوم. ممكن تخليني اسوق واحنا راجعين؟ ما تخافش، ما انت علمتني. هات المفاتيح. فين؟ ما هي قدامك على الارض اهي. هي دي الحركه يعني، دي اللي هي الحركه كده. ماشي يلا اركب. ربنا يستر. انا متشكر جدا 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 ان انت وثقت فيا وهتخليني ارجع بيك. انت جيت يا علاء؟ طب يلا تعالى بسرعه هنا. ما عملتيش شغلات. ما ادري ليش. نعم يا بت. بتقول لي انا يا بت؟ بت لما تبتك حد يقول لامي يا بت؟ خلاص يا هدهد خلاص. بقول لك يا علاء. نعم يا كوارك. كوارك؟ يا جماعه الكلام مضايقكم ليه؟ الكوارك يا حبيبي اللي ينسى يقفل قفل محله ويتسرق ويبقى على البلاط. قلبي. ايدي. حنسرق. حنسرق. المحل اتسرق. يا نهار اسود، انا بيتي اتخرب، المحل بقى على الحديده. هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ اهدى اهدى، انا عندي فكره. انت هتشتغل وتجيب فلوس. اشتغل ايه بالفروه دي؟ وحتى لو اشتغلت هجمع فلوس القرض ازاي؟ طب انا عندي فكره تانية. انت لو اشتغلت ممكن تجيب فلوس. انا كده هتسجن، وهخش السجن ازاي وانا كده بعد ما بقيت دبدوب؟ خلاص انا هساعدك وهشتغل. ها خلاص، ابعد ابعد، بقول لك خلاص. لو حد شافني هيقول عليا بتاع ده بديب. ابعد والله، بقيت كويس. ابعد، انا حلفت. يعني ايه حلفت دي؟ يعني لو حلفت كدب اخش النار. عموما ما تقلقش، انا عايزك تطمن. انا هشتغل وهساعدك، ومن بكره، لان يعني الحكمه بتقول لا تؤجل عمل اليوم الى السبت، الى الحد، الى الغد. طب ما بكره الغد. انا افتكرت المخزن. ياه، الحمد لله الحراميه ما خدوش بالهم من المكان ده. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ انا اول مره اشوف. دي الورشه بتاعت ابويا الله يرحمه. عرايس دي حلوه قوي. هما دول صيني برضو؟ لا، دول ابويا هو اللي عاملهم. فانا عمره في اللي بيحبه، بس اللي بيحبه ما عملوش اي حاجه. ملوش حاجه في الاخر. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. دي حكايه طويله بحكيها لك بعدين. لا عشان خاطر. لا عشان خاطر احكي دلوقتي. طب اقعد. كان في راجل بيحب العرايس قوي، يمكن كان بيحبهم اكتر من البني ادمين. كان نفسه في يوم يصحى يلاقيهم بيتكلموا. كان ممكن يقعد شهر وجاي السنة عشان يعمل واحدة منهم. كان كل حلم حياته إنه يعمل مسرحية يحرك فيها العرايس دي. كان بيحلم الناس تسقف له، وجه اليوم فعلا اللي سقفوا له فيه، بس هو ما شافهمش. ارحم دماغي بقى. حاضر. بس يا استاذ علاء، استاذ علاء، ممكن لو سمحت حضرتك تيجي تدي لبابا الحقنه النهارده بالليل قبل ما تقفل؟ طبعا حاضر. علا، ثانيه واحده. علا ايه؟ هرجعها لك يا انسه. علا ممكن تاخدي دي؟ ايه ده؟ دي تفاحه بجد. عجبتني جدا. انت اللي عملتها؟ لا علاء، انا يعني عملتها. عجبتني فاخدتها مني عشان ارجع اديها لك. علاء انا؟ يا ابن الحراميه. ماشي، مبروك على البضاعه الجديده. الله يبارك فيكي. شكرا. مش عارف الوجع شادد عليا المرة دي قوي. يلا يا استاذ علاء لو سمحت اديله الحقنة بسرعة. حالا حاضر. مسكين حالا. اتفضل يا استاذ حسن الحقنة. تسلم ايدك يا ابني، ايدك زي الحرير. حاجة بسيطة بعد اذنكم. يا استاذ علاء ثانية واحدة من فضلك. ادي لبابا الحقنة لو سمحت. ما انا اديتها له قدامك حضرتك اهي، ما هي في ايده اهي. هو انا ما خدتهاش؟ لا ما خدتهاش يا حبيبي. يا ابني تعالى اديني الحقنة هنا. طب ما انا اديتها لك هنا، يعني هتمسكها ازاي كده من هنا؟ يا ابني اغرس الابره في جسمي ودوس. اغرس دي في جسمك وادوس؟ ايوه وادوس؟ طب اغرس ماشي كان ممكن، انما ادوس ازاي يعني؟ ايه ده؟ راح فين ده؟ بقول لك يا حبيبي، ما شفتش دبدوب كده خرج من هنا؟ اه هو ماشي وساب لحضرتك الورقه دي. ده مكتوب فيها كلام. طيب ممكن تقراها لي؟ اه طبعا ممكن اقراها لحضرتك. انا هختفي كام يوم، رايح شرم الشيخ مع واحد صاحبي. اوعى تقول لحد السر بتاع اني اتحولت لدبدوب. عارف لو قلت لحد هقتلك وها ها ها هقتل، عارف؟ أنا شرير، ها؟ بقول لك إيه ده سر أوعى تقوله، ولا أنت في الأسرار بتقول؟ ما بقولش. أنت اسمك إيه؟ اسمي وندق. طب أوعى تروح بقى تقول لي ميكي وزيزي وبطوق ومحظوظ بالذات، أوعى يعرف. ها؟ ما بقولش محظوظ. طب خلاص 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 خلاص. ما تزعلش ما تزعلش. بس يا حبيبي سيبني مكاني يا حبيبي، بقولك سيبني مكاني. لازم تتضرب يعني. ايه كل ده اللي جابه هنا ده؟ النبي قبل الهديه لا ترفضيها. ممكن تقبلي الدبدوب الجميل التحفه ده هديه مني علاء؟ فين العشاء يا علا؟ يا بابا جايه بغير هدومي وجايه. يوه حرام كده بقى. امال انا اقول ايه؟ اتفضل يا سيدي، دول عناوين تجار لعب في الصين. بس استنى اقلب الكلام عليه. طب ثانيه واحده ثانيه واحده قبل ما تقلبيه. ماشي اقلبيه عربي. ده العربي؟ مش شايف؟ حلو جدا. بيقولوا ايه بقى؟ ما بيقولوش، انت اللي عايز تقول لهم. طيب بص يا ستي انا هفهمك انا عايز ايه بالظبط. انا صورت كل العرايس بتاع بابا اللي كانت في المخزن، ها؟ عايزين نبعت لهم الصور دي ونقول لهم لو عايزين عرايس زيها يقولوا لنا، وانا ممكن اعمل لهم اي كميه هم عايزينها. ماشي بس انا ابعت لمين فيهم؟ ليهم كلهم. هو البعت ده بفلوس؟ اه الايميل ب 50 قرش. ماشي هدفع لك. لا انا مش عايزك تدفع، انا عايزك تعملي العرايس. هعملهم لك. طب وعد مين ده؟ مين؟ مش عارف، بس زي ما بيقولوا وعد الوعد حر عليكي. ماشي؟ ماشي ماشي. هاتي حضن بقى لما تعملي العرايس الأول. ابراهيم ممكن تكتب لي حكم وامثال على التيشيرت دي؟ عينيا، انا حتى فاتح لك النهارده مخصوص مع ان النهارده الاربعاء. ابراهيم هو ازاي الواحد ممكن يقرب من بنت؟ شوف يا حبيبي البنات بالنسبه لي زي الخطوط بالظبط، في منها النسخ في منها الرقعه الدواني، المهم ان كل واحده فيهم ليها منحنياتها وشكلها المختلف. من جد وجد. جميله. وجد ايه بقى؟ كمل كمل. بس من الاخر كلهم بيتكتبوا بالريشه والحبر، من زرع حصد جميلة. حصد ايه بقى؟ كمل يا ابراهيم. البنات بيحب اللي يفاجئها، اللي يخرجهم خروجه حلوه، اللي يجيب لهم الهديه اللي هم بيحبوها. منصاره وصل. ساره مين؟ انا بتكلم عن علا. يا ابني البنات كلهم حركاتهم تافهه، بس بنضطر نعملها عشان نعلقهم. يعني انت علقت ماما كده؟ ياه، ده امك طلعت عين اللي جابوني لغايه ما علقتها. انا عارف حلك في ايه. خد دول. ايه دول؟ الفلاشه الحمراء دي لا مؤاخذه في الكلمه، فيها اغاني حب وغيره ودلع. الفلاشه السوداء دي بقى فيها اغاني سوداء ومهببه، عشان لو نطرتك باذن الله. علا! حرام عليك، كنت هتوقف قلبي. ما هو ده المطلوب، ان انت تتفاجئي. ثانيه واحده. اتفضلي. ايه ده؟ هديه. هديه تاني؟ بأمارة ايه دي؟ بأمارة ان انا سألت وعرفت وفهمت انت بتحبي ايه وجبت لك هديه. ثانية واحدة. ليه؟ انت تقيل. كنتك القرف في تقلك. الحكمة تقول ضع الأشياء في حجمها الطبيعي. طيب عشان كده هتتحشر. وما الدنيا إلا دولاب صغير لا تتسع لدبدوب كبير. هو إبراهيم قال لي أنهي واحدة عليها أغاني حزينة؟ مش سامع حاجة. السودة والحمراء. السودة الحمراء هي اللي عليها أغاني حزينة، اسمعها لما تسيبني. صح. يعني في موقف مأثر عليا حصل. علا، هو انا مش عارف ليه الهديه اللي انا جبتها لك ضايقتك قوي كده يعني. وبعدين انا مش فاهمه ايه اللي يخليك تجيب لي هديه زي دي اصلا. ده جراب جبتهولك، يعني انا قلت انك بتلبسيهم عادي زي كل الناس، زي ماما زي كده. انا ما كنتش عارف انك هتتضايق. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ انا مش فاهم يعني. هو انتوا كده بتشتغلوا في قله الادب؟ كل اللي عندكم ده قله ادب ولا ايه؟ انا مش فاهم بجد. ولا انت بتضربي الزباين كده زي ما ضربتيني؟ ايوه، اللي بيقل ادبه بيتضرب. وبعدين ايه اللي يخلي راجل يجي عندنا اصلا لوحده؟ امال يعني يجيب مامته معاه؟ يجيب معاه مامته واخته ومراته، الا لو كان بقى زبون زباله وجاي عاكس. علا، لا حياء في الغيارات. صدقيني اتعاملي مع الحاجات دي على انها قماش عادي، هتعرفي تبيعي. ولا ايه رايك؟ انا ممكن اعلمك. لا طبعا. علاء، ليه بقى الحركه دي؟ نفسي افهمها. انك تمشي وبعدين تقفي وترجعي تاني وتقولي كلام تاني. عادي يعني، افتكرت حاجه وراجعه اقولها. حاجه ايه؟ نسيت. وبعدين انت هنا بتعمل ايه؟ اتفضل ارجع محلك، انا عندي شغل. حاضر. وصلت محلي الحمد لله. بعيد قوي. محلي ايه؟ انا في محلي اصلا، انت اللي عندي على فكره. علا، ما تديني فرصه واحده بس اعلمك تبيعي ازاي. هل تعلمني ايه؟ ده اسمه ايه؟ لا احنا هنتكسف. اول حاجه لازم تبقي باصه في وش الزبون وانت بتبيعي. اهو. انا زبون زباله. يلا، ده اسمه ايه؟ بيبي دول. بيبي دوب. كنتش عارف ده بتلبس كده؟ طب ما هو خلاص، انت بقيتيش تتكسفي وبقيتي بجحة. بما ان انا زبالة وانت بجحة، ممكن بقى اعلقك؟ شفت بقى؟ انا احساسي كان صح، بتعاملني كاني واحدة جاية من الشارع. طيب ما انا برضو لسه جاي من الشارع. بجد انا مش فاهم ايه المشكلة. ما هو ابراهيم علق امي عادي. وهي اتعلقت عادي كده بعد كده اتجوزها؟ وما زال معلقه لحد دلوقتي. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ نخرج مره واحده. بفكر هروح المحل عشان سايبها لوحده. شفت بقى لخبطتني ازاي؟ انت هنا بتعمل ايه؟ وانا عندك؟ طب ما تسيبيني قاعد هنا شويه. روح على محلك يلا. العرايس هنا احلى كتير من اللي عندنا. ماشي. فرصه سعيده جدا. يخرب بيت الفستان اللي معايا حضرتك ده. ايوه يا علاء. هتلبسه. هنروح فين النهارده؟ ايه ده بجد؟ ده انا هقطعك لعب. تقطعه لعب؟ ما كانتش بتقطعني ليه؟ لا انا لا يمكن اسيبهم يطلعوا الطلعه دي من غيري. ايه ده؟ ايه ده؟ علاء ايه؟ تعالى بسرعه، السنين بعتولك ايميل. ايه؟ بعتولي ايميل؟ طب هو فين؟ خليه يتفضل. يتفضل ايه؟ اقطع الكمبيوتر يلا. يقطع فين؟ هما دول؟ مكتوب ايه؟ عايزينك تعمل لهم عروستين عينه، ولو عجبتهم هيشتغلوا معاك وهيبتدوا ب 5000 عروسه. هاتي حضن. هتبدا في العرايس امتى بقى؟ بعد الحضن على طول. بعد العرايس. حاضر. هما قالوا كام عروسه؟ طالبين كام عروسه؟ انا بتكلم على العرايس بتاعتنا ولا خلاص؟ تمتم شكرا. عفوا ميرسي ربنا يخليك. هنا دي حلوه جدا، حلوه قوي. طب ما تروح تلعب وبعد كده نرجع نتقابل. ها ماشي ماشي، نتقابل في الحته دي بالظبط. يلا سلام. طيب علا بقول لك ايه، ما تيجي تلعبي معايا بدل ما كل واحد يلعب لوحده. والله فكره. طب يلا بسرعه. استنى يلا. دخت قوي من اللعبه دي، بصوت زيهم. ايوه هما راكبين انت واقف على الارض. يعني لما اركب اصوت؟ ارحمني يا رب. كده الفكره مش معمول حلو، ده دبدوب مش حلو، انا احلى. مبروك عليكي، خديه. يلا يا حماده خش. خلاص يا حماده خش انت يا تيفا. لا 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 استنى يا تيفا، الصوره طلعت مهزوزه. إيه؟ تعالى يا تيفا، الصوره طلعت مهزوزه، ثبتي ايدك بقى قبل انتصار. انا بقى حد يصورني مع الكونجرو. لا شيل ايدك، جوزي بيغير. يا ابن المؤذية ليه كده يالا؟ هتقع على الأرض. يلا بقى احنا زهقنا. شكرا. الأخضر بتاعك. ممكن تبقي تدوقيني؟ أنا أول مرة أعرف إن محلك ده كان بتاع عرايس. طب أنت غيرته ليه؟ لا دي حكاية طويلة. طب ممكن تحكيها لي؟ كان في راجل كده كان بيحب العرايس جدا جدا، ويعني لدرجه ان هو كان نفسه ان العرايس دول يبقوا بني ادمين زينا يعني. العروسه الواحده كانت ممكن تقعد معاها ايام او شهور كده على ما تخلص، في الاخر تيجي لعبه زي تتباع، يعني تيجي عروسه تانية كده تتباع، والعرايس اللي هو عملها يتركنه على الرف. بس هو الحكايه دي ضايقته. المهم هو ما سكتش طبعا، وقعد يعافر ويعافر في صحيح هو يعافر يعني ايه، لانه وقتها انا ما فهمتهاش. يقاوم. المهم هو قعد يناطح في الحكايه دي، فانا عمره كله تقريبا في اللي هو بيحبه، واللي بيحبه ده اصلا يعني ما مش اي حاجه خالص. طب انت ليه ما كملتش في العرايس؟ مش باباك علمك تعملهم ازاي؟ وانت قلت لي قبل كده ان انت بتحبهم. بس يعني علشان ما اموتش من القهر زي. هو باباك مات ازاي؟ هو كان عنده مسرحيه المفروض يعملها، اول مسرحيه في حياته كان هيعملها، وبعدين عمل العرايس بتاعتها، وكان فرحان قوي قوي قوي. بس هو فجاه تعب في نص المسرحيه، وبعدين ما بقتش انا عارف اعمل ايه. فهو قعد يقول لي كمل انت كمل. قعدت اكمل فعلا بلعب بالعرايس، وبعدين المسرحيه خلصت، الناس ابتدت تسقف. المفروض بقى لما الناس تسقف هو يطلع عشان يقول لهم شكرا، هو ما طلعش خالص لانه كان مات. عمره ضاع وهو بيعمل حاجه اللي هو بيحبها، حاجه مؤثره. انا برضو كنت متاثر قوي. غلطان طبعا. الله يرحمه بقى خلاص. لا مش هو اللي غلطان، انت اللي غلطان. انا ليه؟ ايوه باباك كان صح، لما تعيش يوم واحد تعمل الحاجه اللي نفسك فيها احسن ما تعيش 100 سنه في حياه حد تاني. طب هو انت اصلا بتعملي كده؟ انا بدور على شغل بقالي كتير قوي في العلاقات العامه، حاجه بحبها ونفسي اشتغلها، بس كل ما اروح انترفيو بترفض لان الناس عايزين يشوفوني على مزاجهم. وهم يعني كانوا عايزينك ازاي؟ مش فاهم. هم عايزين حاجات ملهاش اي علاقه بالشغلانه بصراحه. امال ايه؟ ليه علاقه بايه؟ بالدردحه. عشان كده بشتغل مع بابا في المحل. باباك مدردح؟ اصل انا بابا رباني تربيه رجالي شويه. خلي بالك من الرجاله يا علا، الرجاله بصباصه يا علا، الرجاله عايزين منك حاجه يا علا، لحد ما لزقت فيه زي القراده. طب وهو ليه باباك عامل فيها قراده؟ وهو موضوع ماما ده مأثر عليه شويه من ساعه ما سابته وجوزت صاحبه، مش قادر يصدق ان هو ما كانش في بينهم حاجه قبل ما هو يسيبها. طيب ما تحلف له. ايوه هي حلفته، بس هو فاكرها بتكذب. الله، هو ينفع؟ هو ايه يعني ينفع ان حد يحلف وهو بيكذب؟ ساعات بينفع. طب ما هي تحلف له بقى في الساعات دي، جايز يصدق. خضيتي صح؟ انت مين؟ يا زميلي انت محسن ولا فرج؟ انا فرج، بس ده مش صوت فرج. ابقى محسن. انت مين؟ انا صديق. انا صديق. ازيك؟ ما تيجي نخش؟ يلا. بتهيألي انت كده يعني عرفتي كل حاجه عن علاء الفارسي خلاص. مين علاء الفارسي ده؟ انت مش اسمك علاء الفار؟ لا مش متأكد. ايه الفار ايه؟ لا الفارسي الفارسي. انت ليه بتقولي كده؟ انت شاكه في حاجه؟ ايوه اليافطه بتاعتكم مكتوب عليها الفار. اليافطه. لا اصل الفار منوره والارسي محروقه عشان كده. انما انا الفارسي. طب انا هخش اعمل سرسوب، مش عايز تيجي تعملي سرسوب؟ في الحمام سرسوب. طب مش هو انتوا مش بتعملوا سرسوب؟ طب انا هعمل سرسوب واجي بسرعه. اهلا علاء. اف كده هتغرقني. انت رجعت امتى من شرم؟ ده اف كده هتغرقني بقول لك. ده في صفقه عرايس مع تاجر في الصين، بعت لنا ايميل على الكمبيوتر بتاع طمطم. خليك كده لما تخلص كلامك يبقى لف. اهو خلصت اهو. تعالى بقى. ايه في ايه؟ انت ايه كوشت على كل حاجه حتى علا؟ ما هي فاكراني انت دي مبسوطه جدا. انا قريب ان شاء الله هحضنها وابوسها كمان كانه انت يعني. ومن امتى ان شاء الله؟ ما انا متلقح قدامها بقالي كتير. علشان بقيت ناجح. انت اللي بقيت ناجح مش انا. طب ما انا وانت واحد. لا انا عمري ما هبقى دبدوب كده زيك. دبدوب زيي؟ فين بيت في مصر ما فيهوش دبدوب؟ ها؟ طب ما انت كنت انسان عملت ايه؟ صحيح انا كنت دبدوب، بس انا نجحت ونجحتك بعد ما كنت انت فاشل. فاشل. طب تعالى بقى. ايه في فاشل؟ طب انا بقى هعلمك الادب. الادب ده انا اللي علمته لك انت. عمل لك ايه الواد ده محسن؟ مفيش، بيبص عليا وانا بعمل بيبي. ايه؟ انا؟ لا ما تصدقوش، انا اللي كنت بعمل بيبي مش هو. اوبا، ده طلع منهم. طب سيبه لنا احنا بقى. خشوا عليه، بس بلاش ضرب في المناخير. ايه في ايه؟ في ايه؟ اي 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 ليه كده؟ ده احنا زمايلي. اديله بقى. لا اديله. انت يا ارنب. خلاص 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 يا رجاله. خلاص يا ارنوب ارنوب ارنب، كفايه. يلا كفايه كده، كفايه عليه كده. شكرا يا فار، شكرا يا فار. اتفوق. تصبح على خير. انت من اهله. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ هو انت ممكن تحبي واحد عايش حياه واحد تاني، ولا تحبي واحد تاني عايش حياه واحد اولاني؟ بس خدي بالك ان الواحد الاولاني اللي عايش حياه واحد تاني ده اصلا حياته كانت زباله وبقت حلوه، والواحد التاني اللي عايش حياه واحد اولاني ده اصلا حياته كانت حلوه وبقت وحشه. فانت بقى ممكن تحبي الاولاني اللي عاش حياه واحد تاني ده وحياته كانت حلوه وبقت زباله، ولا التاني اللي عاش حياه واحد اولاني اللي هو كانت حياته وحشه وبقت حلوه؟ انهي واحد؟ اجاوب ولا لسه في حد ثالث؟ لا جاوب، بس يا ريت بسرعه قبل ما انسى السؤال. انا لو اخترت هختار اللي حياته حقيقيه. اجابتك مش مفهومه خالص. بس انا فهمت شويه، فهمت. ماشي، مع السلامه. علاء، نفس الحركه برضو، امشي وتنادي عليا. كويس ان انا ما وصلتش لحد اخر الشارع. عايز اقول لك على سر، بس ما تقولش عليا عبيطه. لا طبعا مش هقول، طبعا برك في الزير. سرك في الزير. هقول هفتكرها. سرك في البير، سرك في البير. قول. انا عندي فستان بحبه قوي، كل ما اجي البسه ارجع في كلامي، واحس ان انا لازم البسه في يوم يستاهل. النهارده كنت هلبسه، بس رجعت في كلامي. بصراحه ندمانه اني رجعت في كلامي. طب لما تطلعي البسيه. اكيد هيجي يوم والبسه. باي، مع السلامه. ياه، ده انا من زمان قوي ما حدش حضني. وديني جبت لك اهو يا حياتي. شكرا، انا متشكر جدا جدا جدا. ايه ده؟ علا، ثانيه واحده معلش، بس الشاور لها. تعالي. طب ثانيه واحده هرجع احضنك، اوعي تمشي. ثواني يا علا. راحت فين دي؟ علا 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 علا، مالك؟ فين انت بتجري ليه كده؟ وراكي حاجه؟ مين البنت اللي انت بتحضنها جوه دي؟ لا ما اعرفهاش، بس انا كنت لسه حالا هسالها. فعلا ما تعرفهاش؟ وبتحضن واحده ما تعرفهاش؟ ايه المسخره دي؟ لا مسخره ايه؟ عيب. لا انا كنت بحضنها بس. هتقول لي تاني بحضنها؟ وبعدين الزباله دي انا شفتها عندك قبل كده. عموما انا اللي غلطانه، وكويس ان انا ما لبستش فستان. بس انت ليه؟ زباله؟ اشكال زباله؟ في حاجه غلط. مش عارف اتضايقت ليه. يبقى الخطه نجحت. خطه؟ خطه ايه؟ جرى ايه يا لولو؟ مش انت اللي كلمتني في التليفون وقلت لي اجي اعمل كده قدامها عشان تغير؟ انا؟ انت؟ امتى؟ طب ولما كلمتك في التليفون كنت ابيض واسود وبفرو، صح؟ إما لففتك حوالين نفسك. قبلك الفلوس في الجزمة يا جزمة، وريني بقى هتلاقيهم إزاي. في الفلوس. كان نفسي اعمل لك العرايس وحاولت اعملهم بس ما عرفتش بيتعملوا ازاي. لا انت بتعرف بس انت اللي مش عايز. طيب ممكن ما تزعليش مني؟ مش هزعل طبعا. لأن العيال ما بيتزعلش منهم. شكرا. شكرا. ايه يا علاء؟ النهارده جالك انذار من البنك. انت ناوي تدفع امتى ان شاء الله؟ ولا هتفضل مستني لغايه ما البوليس يجي لغايه هنا ويقبض عليك؟ لا اطمني، مش هخليهم يجوا لحد هنا. انا اللي هروح اسلم نفسي. انا عايز اسلم نفسي. هنا المطافي، الاسم على راسك جايه. لو سمحت انا عايز اسلم نفسي. كده انت فوت الاسم، اسم النص اللي عدت. انا عايز اسلم نفسي بقى. ها؟ التكييف انت عارفه كويس قوي اللي انا بحبه يتعمل على 16، لما بيتعمل على 24 بيطلع ريحه وجبنه مش جاي. بؤمر لا معلش اصلهم جايين قبل منك، هخلصهم وافضلك. انا عموما مش هعطل حضرتك، يعني انا جاي اسلم نفسي وهمشي على طول. شوف يا رجاله، انتوا طلعتوا جدعان ورجاله وجبتوا لي من الاخر، بس زي ما انتوا شايفين الحاجات يعني بسم الله ما شاء الله، يعني لو اي عيل في شرطه مدرسيه هيمسكوا بيه. ما فيش حاجه قدامي غير اللي وديكوا التخشيبه. لا اله الا الله محمد رسول الله. عمر انا جاي علشان اسلم نفسي. ليه؟ عشان عليا شيكات ومش هقدر ادفعها. مش بتسلم نفسك عشان ايه؟ ليه بتسلم نفسك؟ عادي، علشان انا عملت حاجه غلط وعايز اتعاقب. يعني لما كل مواطن شريف يعمل حاجه غلط يجي يسلم نفسه، احنا نشتغل ايه؟ خدمه عملاء؟ طيب انا عندي فكره. ايه راي حضرتك انا اقوم اجري وانت اجري ورايا وامسكني وتضربني خصوصا في مناخيري؟ لا خلاص، ما دام جريت خلاص نكمل شغلنا. اسمع حضرتك ايه؟ دبدوب 777 لارج. مفيش عبد العزيز في الاخر، سخاوي، سحاوي، اي حاجه من الحاجات دي؟ لا هو ده اسمي. انت بتلاوع بقى. انا 3 حاجات ما بحبهاش في حياتي: مراتي، التكييف يتعمل على 24، والكذب. انا ما بكذبش. بطاقتك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده الزماره بتاعت المحفظه. المحفظه بتطلع زماره؟ ما اسمك علاء اهو. دي مش بطاقتي. دي صورتك ولا مش صورتك؟ ده وشه هو مش وشي انا. انا وشي كله فر، وعندي منقار بحته سودا من قدام، وجسمي مدور وكله فر ابيض في اسود. بفرو. كمل حضرتك. وعندي ديل ورا صغير مش بعرف اشوفه صحيح، بس هو انا عارفه صغير كده برضه فرو. انا بياناتي كلها مش دي، بياناتي بتبقى هنا ملزوقه هنا. فين ولا بتكت؟ فين ولا اتفضل. يا استاذ انت هتولع فينا. مش هتولع. مش دي بتولع. حطها على جنب يا استاذ دبدوب. من فضلك حطها على جنب. قلت ايه حضرتك؟ استاذ دبدوب. انت اول واحد يصدق ان انا دبدوب. انت دبدوب. انا متشكر جدا يا فندم. انت الاستاذ دبدوب. من فضلك حط القنبله دي على جنب. سيادتك الاستاذ دبدوب، اقسم بالله انت دبدوب. يعني حضرتك هتمسكني؟ همسكك واسلمك. وبص كمان بقى، انت عارف عامل فيك ايه؟ هلفك لفه حلوه قوي 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 قوي، عامل لك في شريطه حمراء كده وفيهم وارش عليك جريتر. طب هتوديني فين؟ مفاجاه. اسمك ايه؟ دبدوب 3 سبعات لارج. بقى بتضحك، اصل الكهرباء دي بتوجع جدا. بقى بتضحك وبتزغرط، فاكر نفسك في فرح. طب يلا بينا بقى نرقص. ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص. غصب عني ارقص. عايز ايه؟ ايه الزن ده؟ علا ارجوكي ما تقفليش، ارجوكي اسمعيني بس، اسمعيني. مصبعك ايه بعد اللي انت عملته؟ انا اصلا اتعرضت لمؤامره كبيره، خيانه عظمى. ارجوكي تعالي خرجيني من هنا. والله اخرجك منين؟ انا في مكان غريب كده، كل اللي فيه لابسين فيه هدوم مقلمه. مستشفى مجانين. فعلا مستشفى المجانين؟ طب والله كويس. مستشفى المجانين الطبيعي اللي اشكالك المفروض تبقى موجوده فيه. ارجوكي تعالي خرجيني. انا رايي تكلم الاموره اللي كنت بتحضنها تيجي تخرجك. وده ايه الواد ده؟ مستشفى المجانين. انا ماليش دعوه تخرج ولا تهرب ولا تتحرق حتى. الله يخرب بيتك. عشان خاطري تعالي. طيب خلاص هفكر. دبدوب كل ده عشان تهرب من اللي انت عملته؟ لا 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 والله انا فعلا كنت دبدوب وبقيت بني ادم. والله انا دبدوب، انا بحلف. اهو اللي انت بتقوله ده هيفضل يخليهم يقولوا عليك مجنون وعمرك ما هتخرج من هنا. مجنون علشان بقول ان انا كنت دبدوب وبقيت بني ادم؟ ايه الجنان في كده؟ ده اي حد يصدق، ده كل زمايلي اللي حواليا دول اللي لابسين بيجامات زيي مصدقيني. طب خلاص مصدقاك، انت قاعد قدامي اهو. فين بقى الدبدوب؟ كان في شرم الشيخ، وبعدين احنا قابلناه اصلا في الملاهي، وحصل خناقه كبيره جدا كده بيني وبينه ومعاه شويه دباديب معايا كمان في الحمام وضربوني. انت عارفاه على فكره، اللي كان عندي في المحل الكبير قوي ده اللي بعته لي هديه على البيت. هديه ايه؟ انا ما بعتكيش حاجه. هديه على البيت انا؟ انا فهمت. طيب يا علاء اهدى دلوقتي، وعشان خاطري اي ادويه يدوها لك خدها. ادويه ايه؟ يا ريت، دول بيكهربوني، بقعد اعمل كده يا سيدي. وهو حد لاقي كهرباء اليومين دول؟ معلش عشان تخف. طب انا هقول لك على حاجه تعمليها هتاكد لك ان انا بقول الحقيقه. تعالي هاتي ودنك، هاتي ودنك، تعالي. هتروحي البيت حتى وانت مجنون؟ قليل الادب. انا مش قليل الادب ولا مجنون. جربي طيب اللي قلت لك عليه ده وانت هتاكدي ان انا بقول الحقيقه. والله الكهرباء جه، خرجيني من هنا. الزياره انتهت. يا علا هتخرجيني من هنا. بقول لك ما تخافيش عليه، ما حدش هيقدر يأذيه. انا حاطه في اوضه لوحده، في مفتاح معايا ومفتاح مع الامن. تحبي تاخدي نسخه؟ وانا اخد نسخه ليه؟ وانا مالي انا؟ بلاش، خدي الكارت بتاعي ده، فيه موبايلي الشخصي وفيه العنوان ورقم الشقه. ما بيتقطعش غير تجربه كتير، اصله بلاستيك. بقول لك ما تنسيش تزودي صفر عشان لسه ما طبعتش كروت جديده. يعني لما اتصلح حالك طلع من جنانك. انا حظي كده. أنا اتجننت ولا إيه؟ باين عليا اتجننت. وبعدين أنا هسمع كلام المجنون ده؟ أي بطاريتي راحت. يا بنت اللذينة. اتفضلي اشربي ده هيهديكي. امسكي. مالك؟ ما تخافيش. يعني علاء مش مجنون؟ انا علاء. انت مش مصدقاني برضو؟ بأمارة المرايه، فاكره المرايه؟ سندوتش الشاورما، فاكره سندوتش الشاورما اللي فيه طحينه اللي بتعوص البق من هنا؟ امال اللي في المستشفى ده مين؟ ده الدبدوب. وانا مين؟ انت علا. يا رب يا رب يا رب. لا 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 اهدي 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 كده. انت هتتجنني ولا ايه؟ بعدين انا اوعدك ان انا مش هتحرك من هنا إلا لما ألاقي حل. هنا؟ أنت هنا ليه؟ هنا ليه وبتعمل إيه؟ بس من غير إقلام، من غير إقلام. قول شفت إيه؟ شفت إيه وإيه اللي أنت شفته؟ والله ما شفت حاجة. ده أنت حتى كل ما تغيري كان النور بيقطع. ده أنا حتى شكيت إنك محروقة وعندك ستريتش ماركس. عرفت إيه عن حياتي؟ عرفت إيه عن أسراري؟ عرفت إن أنت محترمة ومؤدبة، وأي دبدوب يتمناكي، قصدي أي إنسان يتمناكي. بره، امشي اطلع بره، بره، بره يا حيوان، بره. حاضر. بره يا حيوان دبدوب لو سمحتي. بره. شاف ايه؟ شاف ايه؟ شاف ايه؟ قولي ما شافش ايه؟ انت شاف كل حاجه، شاف كل حاجه. ما تيجي نبتدي ونجيب تيدي، ما تيجي ندوب ونجيب دبدوب. خديني هديه يا مهلبيه. حقكوا عليا يا جماعة، أنا السبب. هنبات فين بقى؟ ماما أنا رايحة المدرسة، تصبحي على خير. وانتي من اهله، تخلصي المدرسه وتيجي على طول. ايه ده الباندا جت اللي كنت بدور عليها. ايه ده؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ سيبيه، خليه جنب الباب، شكله وسخ ومليان تراب. ايه القرف ده؟ حاضر يا ماما. ايه يا هدى مالك؟ مش طبيعتك، متعصبه ليه قوي كده؟ قلقانه قوي على علاء، اول مره يغيب قوي كده. لا صحيح يا هدى، انا هعوزك في مشوار قريب قوي، اصل انا قررت ابيع المحل عشان ادي الفلوس لعلاء يسد القرض اللي عليه. اصل انا ما قلتلكيش، انا من اول يوم وانا كاتب المحل باسمي. الحكايه مش حكايه فلوس، انا قلقانه قوي على علاء. ما تقلقيش عليه، هو زمانه هايز دلوقتي مع واحده من صاحبته من محظوظه. انا زهقت من الكهرباء دي. تحب اهربك من هنا؟ لا انا عايز اخرج. لا هتفرق كده. هو انت يعني تقصد تهربني من هنا تخرجني؟ طب انا ماشي هربني. بص انا بقى هدبر لك خطه اخليك تهرب بيها من هنا. شايف اللمبه الحمراء اللي على باب الاوضه بتاعت الكهرباء دي؟ ها انا هدخل ارتاح جوه شويه بدري كده. شكلك معفن قوي، عايز تتغسل. ميه لا ميه لا ميه ميه لا ميه لا ميه لا ميه لا تاني ميه ميه تاني. إيه انت فين دلوقتي يا لولو؟ اللمبة دي مادام والعة يبقى في ناس بتتكهرب، فتقوم انت معدي على طول. هتعدي على أوضة الحارس وهتلاقي بابها مفتوح وخارج منها نور التلفزيون، ده معناه إن الحارس نايم. هتلاقي بقى كاميرا مراقبة بيضة متعلقة، هتعدي. قولي ليه؟ الكاميرا بايظة. عدي براحتك لحد ما توصل للباب الرئيسي الكبير، بس عليه واحد حارس ما بينامش. تقوم ترمي طوبة بعيد، هو هيسمع صوتها ويجري يبص. وفين الحارس؟ راح فين الحارس ده؟ تقوم بسرعة هربان من الباب ورمح على بيتكم. فين الحارس الزفت ده؟ نشرت الخطة. طمطم طمطم، صاحية ولا نايم؟ مالك يا حبيبتي؟ المسرحية قربت وعلاء لسه ما عملش العرايس. معلش يا حبيبتي ما تقلقيش، لما يجي ان شاء الله هيعمل لك كل حاجه. نامي انتي بس وارتاحي، ما تحمليش هم. يلا تصبحي على خير. انتي من اهله. مرة في بنت يتيمة بتحب أخوها قوي، بس هو ما كانش مهتم بيها، عشان كده عمرها ما قالت له إنها بتحبه، وكان نفسها إن هو يعمل لها شوية عرايس، بس هو ما كانش عايز عشان هو كان كسول. يا رب ترجع البيت بقى يا علاء. انت عارف لما علاء ضايقني وضربني بالمخدة اتمنيت ان انت اللي تبقى اخويا وهو يبقى دكتور، بس لما عملي العرايس ما بقتش زعلانة خالص، بقيت خلاص همثل الدور، بقى هو مش موجود. كان نفسي قوي يطلع معايا في المسرحية. يلا يا طمطم عشان تفطري. حاضر جاية يا ماما. الله يخرب بيتك، طب كنت تدعي تنجحي ولا تتجوزي ولا حتى تخلفي؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ اطلع 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 اطلع. انت ايه اللي جابك هنا؟ وعايز مني ايه تاني؟ انا عايزك تساعديني نطلع الواد الغلبان من المستشفى. أنا خلاص عرفت هرجع علاء تاني إزاي؟ بقول لك إيه؟ أنا ماليش دعوة بيكوا بالجنان بتاعكوا ده، اخرج من حياتي بقى. أرجوكي إديني فرصة أحكي لك، بس قعدينا في حتة متدارية شوية. أداريك أنت كلك على بعضك فين؟ أنت مجنون؟ امشي اطلع بره، امشي اطلع بره، أنا عايزة أقفل المحل دلوقتي حالا. حاضر. السلام عليكم. علاء هتعملي إيه؟ هكلم دكتور اشرف البسباص ده، هستغل منوستي. يبقى فشلنا. الو دكتور اشرف، ازيك كده؟ العلا. اهلا اهلا، كويس انك افتكرتي تزودي صفر. وانت لابس ايه دلوقتي؟ على طول كده، ده انت سريعه قوي. اه طبعا، ما انا صايعه. صايعه قوي. طب ما تيجي تعلميني الصياعه. اجيلك فين؟ نازله هسرق المفاتيح وارجع على طول، مش هتاخر. اني رايتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الادمع. اني رايتكما، اني سمعتكما، عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه. قدميه؟ ليه قدميه؟ لا 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 تكذبي. إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع. لا تخبطي. عايز إيه؟ أنا لا يمكن أسيبك تدخلي إلا لما تحطي روجي الأول، أصل شكلك بيل قوي. تصدقتي ولا ايه؟ انا لا يمكن هسمح لك تدخلي. يلا بينا من هنا. انت فاكراني دبدوب؟ انسة علا، اتفضلي. تشربي ايه؟ اشرب؟ قصدي هو احنا لسه هنشرب؟ احب اللي يخش في الموضوع على طول. هستناكي لما تطلعي. اوه اثبتي بقى، تعبتيني. من تحت عقب الباب. ايه تحبي اخرج وارن الجرس وتفتحي لي؟ يا ستي دخلت من الشباك. انت لسه هتبصبصي للشباك؟ يلا نشوف المفاتيح فين قبل الجزمه ده ما يصحى. هم دول؟ هتخش ازاي؟ اخش ازاي؟ انا جات لي فكره. هاتي مفتاح الدكتور. هتوقعني. ايه الخلاسه دي؟ ده انت غراب غلس. الاقيه فين؟ استنى عندك. مين؟ انت اخو حسين؟ انا اخو حسين. شبهه فعلا. وايه ده؟ ايه الاسود اللي تحت عينك ده؟ القهوه وسجاير بقى. لا لازم تقلل. هتمشي على الدواء ده اسبوع وتجيني تاني. لا انا كده ممكن اتفقس. جود ايفنينج يا دكتور. ايه ده؟ ايه يا دكتور اللي عمل فيك كده؟ دكتور مين؟ انا علاء. علاء انت دخلت هنا ازاي؟ مسكت شويه بلالين وطرت. ما انا وزني خفيف ومحشي قطن. قوم معايا، انا جاي اهربك. تهربني؟ انا صحيح عايز اهرب بس انا مش ههرب معاك انت. انا قرفت منك ومن عيشتكم المقرفه دي. انا كان مالي ومال عيشتكم؟ انا راجل دبدوب. اكتر حاجه كانت ممكن تضايقني ان انا اتبل او محدش يحضني او اقعد وشي في الحيطه. هترجع زي ما كنت. انا خلاص عرفت سبب تبديلنا. روح اتبدل مع حد تاني. والله لو ما قمت معايا دلوقتي لاكون مموت نفسي ومنتحر قدامك. روح انتحر عشان تبقى عشت دبدوب ومت كافر. صدقني انا خلاص فقت والله. انا مش هصدق حلفاناتك تاني. انت كداب. طب خلاص بلاش حلفان. انت مش عارف ان في حكمه صيني بتقول النجاح مش اننا مش بنخسر، النجاح هو اننا كل ما نقع بنقوم تاني. وفي مثل مصري بيقول اللي يعوز الدح ما يقولش يح. ياه واضح انك اتعلمت هنا حاجات كتير قوي. اتعلمت حاجات كتير قوي بسببك. ما انت السبب اللي جابني هنا اصلا. طب بلاش علشان خاطري، علشان خاطر امي وطنطا. اديني فرصه واحده بس، فرصه واحده، مش من حقي اخد فرصه؟ طيب حاضر حاضر حاضر، ما تخافش، انا هصدقك واقف جنبك، شكلك بتقول الحقيقه. طب بقول لك ايه، احنا هنلعب لعبه بس تسمع كلامي. ها، انا من ايدك دي لايدك دي. استخبى استخبى، هاتوا المفتاح. انا مشطه ومش عايز حد يخش. مش نايم ليه؟ قاعد مستني ايه؟ انا مش مستني حد خالص، بس قلقان كده وحاسس ان قطني كله مقبوض. انت قلبت دبدوب تاني؟ ماشي، انا هديك حقنه هتنيمك انت وقطنك 3 ايام. اذا كنت انت مجنون فانا اجن. يا قطني يا قطني، يا انا قطني كله في الحتت دي، كله مكلكع خالص. انت بتبص لي كده ليه يا دكتور؟ شكلي في حاجه غريبه مش عاجباك ولا ايه؟ ايه ده، انت هتصورني؟ هوبا اللقطه دي بقى. ايه ده؟ يلا دكتور انا تعبت. حلوه يا محمد يا بكر، اوعى يخرج منك من الزباله. يلا اديله الحقنه بسرعه. الحقنه دي انا اديها له واغرسها وادوس. ايوه يا للا يا للا، تعالى يا للا. صعب قوي. يلا حاضر، مش هسيبهم، انا الدكتور اشرف، الدكتور اشرف. هنعمل ايه دلوقتي؟ في ناس بره. ننط من الشباك ده، الشباك ده اصلا مقفول وكمان عليه سلك. اهو اهو عليه سلك وجامد جدا جدا. اهو اهو. ايه ده؟ خد بالك. طب يلا ننط. ننط ايه؟ دي عاليه جدا. ما تخافش، انت ناسي ان انا كيس قط. احضني بس. احضنك اخيرا. إذا كان كده ماشي. طب يلا بسرعة لحسن هيكسروا الباب. 1 2 3. يلا اركبوا اركبوا بسرعة. يلا 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 بسرعة. يلا اركب اركب اركب. خير لي خير لي. طيب حاسب. يلا طلع ولا طلع ولا. يلا يلا. ايه دي، أول مرة تسوقي؟ إيه ده إيه؟ طمطم اخوك جه؟ لسه لسه. طب هتعملي ايه؟ الناس بره. ممكن حضرتك تعمل دور مكانه؟ كان مره في بنت يتيمه بتحب اخوها قوي، بس هو ما كانش مهتم بيها، عشان كده عمرها ما قالت له انها بتحبه، وكان نفسها ان هو يعمل لها شويه عرايس. عرفت هتعمل ايه؟ تمام، انا حفظت كل الكلام. بص بقى، علشان هفهمك تمثل ازاي بالظبط. لا لا بلاش موضوع التمثيل ده، سيبني كده بقى عشان انا اطلع تلقائي وطبيعي لوحدي. ماشي. شكرا. يلا يا رب اخويا هو اللي يبقى دبدوب والعرايس هما اللي يبقوا صحابي. ليه يا طمطم تعملي فينا كده؟ اخوكي بعد ما بقى دبدوب زينا مبهدل عالم الدباديب خالص. والدبدوب صاحبنا بقى انسان وسابنا. طب احنا ناخد راي الدبدوب. تعالى يا دبدوب. استنى انت، انا اللي هدخل. ازيكم؟ بذمتك مش حياتك معانا كدبدوب كانت احلى بكتير؟ لا لا اخلصي، انا حياتي مع طمطم كانت أحلى بكتير. استنى أنت، أنا اللي هخش. طنطا يرضيكي أفضل دبدوب كده؟ هفضل دبدوب كده لحد إمتى؟ خليكي معايا، مالكيش دعوة بيه. مش أنا أحسن من أخوكي؟ لا أنا أحسن. لا أنا أحسن، صح؟ بقول لك أنا أحسن. لا لا انا احسن. خلينا نشوف. هاتي حضن. لا هاتي حضن ليا انا يا طنط. لا انا اخوكي، انا اخوكي، تعالي في حضني. يلا يا طنطا قولي جملتك، قولي اخويا احسن اخ في الدنيا، قولي عايز اخويا يفضل دبدوب زي ما هو. لا انا اخويا عمل لي العرس وبيمثل عشاني وبيحبني، انا عايز اخويا زي ما كان. ايه ده؟ انا رجعت تاني، انا رجعت انسان تاني، مفيش فرق، مفيش ديل. انت رجعتيني انسان تاني يا طمطم، انا متشكر قوي قوي. استاذ دبدوب، ازيك؟ دبدوب؟ انا رائد حسام اللي انت جيت سلمت نفسك عنده. انتوا لحقتوا توصلوا لي بالسرعه دي؟ عايز اقول لك البوليس بيدور عليك في كل حته، خد بالك من نفسك قوي اليومين دول. طب واضح ان حضرتك بتحب المجرمين قوي. ايوه يعني انت دلوقتي جاي تخبيني وتهربني وكده، ولا جاي تقبض عليا؟ الحجز عندي والتخشيبه مليانه ناس كده، مفيش مكان لخرم ابره. حظك بقى جاي في سيزون. طب خلاص انا اوعدك اول ما السوق ينام ويهدى كده والسيزون يريح انا هاجي اسلم نفسي هسلم نفسي. يا راجل تسلم نفسك ايه؟ انت مفيش اصلا ضدك اي بلاغ، كل العمليه انك هربت من المستشفى والدكتور بتاعك ضرب وماشي في الشارع عريان وماسك صفاره بيقول لك شفت دبدوب بيتكلم. طب ده كلام عقلي، دبدوب بيتكلم؟ اصل انا مش فاهم دلوقتي، يعني حضرتك جاي تقبض عليا؟ لا اقبض عليك ايه؟ بنتي ماسه دي، ميت اختك في المدرسه، اتفرجت عليها في التمثيليه وعايزه اتصور معاها. بس كده حاضر حاضر، قبل عندي بس كده حاضر بعد اذنك حاضر. استاذ دبدوب 3 سبعات لارج لو احتجت اي حاجه. الرائد حسام لونج 36 سليم. حاضر واضح بعد اذنك بقى. في ريحه وحشه قوي، انتوا عاملين التكييف على 24، اعملوها على 16. حاضر، بقول لك ايه، ما تقبض عليا اريح وخلاص بعد اذنك بقى. طمطم ما شفتيش علا؟ لا. طب هو الدبدوب فين؟ تقريبا لسه على المسرح. ماشي. علاء ايه؟ هتعمل عرس ولا لا؟ عرس ايه تاني يا مجنون انت؟ مش هنعملهم لك خلاص؟ لا انا قصدي عرس بتاعت الصين. اه طبعا هعملهم، انا احسن يدعوا عليا يسخطوني منبه ولا اباجوره. انت بتفليه ولا ايه؟ بتحبيه؟ بصراحة طب ما تتجوزي؟ روحوا المأذون أو روحوا لمنجد يكتب كتابكم، جيب لك كده شوالين قطن مهر تخلفوا بقى دباديب صغيرين كده. يا ريت ينفع. عارفة يا علا، أنا عرفت فعلا إن كل حاجة ليها سبب. أنا لما كنت مسخوط اتعلمت حاجة مهمة جدا، اكتشفت إن أنا أعيش يوم واحد بس، أعمل حاجة اللي أنا بحبها، ولا إن أنا أعيش 100 سنة كأني بني آدم تاني. ده الكلام اللي أنا قلته لك قبل كده على فكرة. أنا عمري ما سمعتك بتقولي الكلام ده قبل كده. أنا ما بقتش فاهمة حاجة على فكرة، أنا بجد متلخبطة. طب أنا ممكن أفهمك؟ ممكن. طب اسمك تقابليني ورا الدبدوب؟ من يريد الدح لا يقل يح.